مشاهدينا الكرام، لتعليقي على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من اسطنبول المتخصص في الشأن السوري الاستاذ ياسر النجار. اهلا بكم سيد ياسر. بداية، مقتل 3 مدنيين واصابة 9 اثر قصف روسي على مناطق خفض التصعيد بادلب، بما تفسر استمرار روسيا استهداف المدنيين في وقت تزعم فيه ان الحملة التي تدعم فيها الاسد من اجل محاربة الارهاب؟ حياكم الله لكم ولمشاهديكم. طبعا روسيا يعني هذا شأنها منذ أن تدخلت عسكريا في سوريا منذ عام 2015. يعني نعلم جميعا أن روسيا يعني شريكة في كثير من العمليات التي تم تجريمها على مستوى مجلس الأمن وعلى مستوى الأمم المتحدة، منها كثير من الانتهاكات للبشر الموجودين في سوريا، ومنها استخدام لأسلحة غير مصرح عنها. لذلك أنا بتصوري روسيا آخر ما يهمها الآن نظرة العالم لعملية تجاوزاتها هذه، كل ما يهمها الآن هو تكريس نفوذها وبسط نفوذها على المساحة السورية. بتصوري حتى روسيا لم تعد تلقي بالا لاتفاقات أو لوعود يعني تمت ألزمت نفسها بها، فهي تتجاوز كل هذه الوعود. هذا ما وجدناه في درعا، وهذا ما وجدناه في الغوطة، والآن ما نراقبه على أرض الواقع في إدلب. لذلك بتصوري يعني آخر ما حرر اجتماع مجلس الأمن اليوم عدم التوصل إلى عملية وقف إطلاق نار. نعلم أن أهمية هذا الوقف من أجل أعداد مليونية أصبحت تجاوزت المليون على الشريط الحدودي بدون أي مأوى والظروف البرد الشديد. صحيح. طيب أستاذ ياسر، مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة كيلي كرافت قالت إن النظام السوري وروسيا وإيران مسؤولون عن التصعيد في إدلب وليس تركيا. إلى أي مدى ترى أن الولايات المتحدة الآن تقف بالكامل مع الخيار التركي؟ يعني بتصوري الموقف من الناحية النظرية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية تعودنا عليه، هي تدين، هي تشجب، هي تندد، ولكن في نهاية الأمر هي لا تتخذ قرارا يلزم الآخر، أي تعطي شبه ضوء أخضر. أنا بتصوري الآن موقف الأمريكي باتجاه يعني الوقوف مع تركيا في حال صدام على الأرض مع روسيا يعني لا يعطي ثقة أو لا يمنح الثقة بالنسبة لتركيا. صحيح أن الولايات المتحدة الأمريكية من مصلحتها تقليص نفوذ روسيا على الأرض، ولكن أيضا هي معنية بأي استنزاف ستعاني منه روسيا وتركيا. لذلك بتصوري تركيا لا تعول على أن يكون هناك دعم حقيقي من الولايات المتحدة الأمريكية، إلا اللهم هي تتمنى أن يكون هناك دعم على مستوى المعلومات والمستوى الأمني. حتى هذه اللحظة تركيا يعني لديها وعود كثيرة، ولكن يعني لا يوجد معلومات حقيقية حول يعني جدوى هذه الوعود أو بدء تنفيذها. الرئيس التركي أردوغان قال إن انطلاق العملية العسكرية في إدلب بات مسألة وقت. هل كان الرئيس التركي ينتظر التصريحات الأمريكية لمزيد من الدعم الدولي برأيك، أم أنه كان عازما ومقررا هذا الموضوع حتى قبل التصريحات الأمريكية الأخيرة؟ يعني بصراحة الرئيس رجب طيب أردوغان هو مراوغ سياسي حازق، هذا ما وجدناه على مستوى الفاعلية في الإقليم. بصراحة يعني تدخل تركيا على 4 مسارات، هذا هو المسار الرابع في سوريا على وجه التحديد، أنا أتكلم عن درع الفرات وأوسط الزيتون ونبع السلام، شهدنا فيه حنكة سياسية. صحيح لم تصل تركيا إلى سقف المطالب التي كانت تبدأ به، ولكن في نهاية الأمر هي فرضت وجودها على طاولة الحل السياسي في سوريا. أنا بتصوري تركيا عازمة على أن يكون هناك تلقين درس للنظام الأسد بشكل ليس يعني كامل وشامل، وهي ماضية في قرارها إلى إقناع روسيا على أنها فاعل وليس في كامل. في سؤال الأخير لكم سيد ياسر، هل العمليات العسكرية التركية تعتقد برأيك أنها تأخرت كثيرا، أم أن الوقت الآن هو المناسب بالنسبة لها لكي تبدأ؟ يعني بتصوري عملية التفاوض ما بين روسيا وتركيا هي التي تسلط الأضواء على أن هل العملية العسكرية يعني ستتأخر أم لا. أنا بتصوري تركيا منحت روسيا وقتا طويلا من أجل أن يكون هناك مفاوضات من أجل الوصول إلى نتائج إيجابية، وبتصوري لطالما عودتنا تركيا على أن يكون هناك يعني عملية زمنية تطول نسبيا حتى يكون هناك في نهاية الأمر العملية العسكرية. هذا ما وجدناه في عملية عفرين على وجه التحديد، الجميع كان ينتظر أن يكون هناك عملية عسكرية مباغتة، ولكن تركيا كانت تركز على بوالين الاختبار على المستوى الدولي لكي يكون هناك تقبل دوليا لتدخل. شكرا لك سيد ياسر النجار
المتخصص في الشأن السوري، كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول.